أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، وكنقدم تعازي للناس مساكن اللي ماتوا الله يرحمهم، وكنقدم للعائلة ديالهم، وهذوك اللي ماتوا تما راه خواتاتنا. وبقى فينا الحال أن ثلاثة الناس في دقة واحدة في عز الشباب ديالهم، لأن هذه حاجة مؤلمة بزاف، وحنا ما صبرناش. وثاني حاجة هما راه خواتاتنا، وكما كان الحال أن ما كتبغيش شي واحد الكبدة ديالك تضعف في رمشة عين. احنا مجربين هذا الشيء. وثاني حاجة احنا جينا لأن كان حاتم ماشي كفنان، احنا جينا عنده كخونا حتى هو، ولأنه ولد الناس وطيب، وحنا كنعرفوه عن قريب بزاف، لأنه إنسان طيب بزاف بدون مجاملة زعما. وتا هو بقى فينا الحال، وهو مثلا حنا بعدا بقينا كنشوفوه، حنا كنا كنتمناو نشوفو الدرية تما يبقاو في الحياة، ولكن الله قدر الله هو هذا الحالة ديالو بزاف. انا ما كنتش كنتوقع على الحالة ديالو غتكون بحال ما هكا، ولكن ما عرفتش زعما نتمنى يرجع للحالة ديالو الصحية العادية. هو ما غاديش يرجع لبعضو، لان الحالة ديالو بزاف ومعس بزاف في الدار ديالو في الراس ديالو، ولا كيدخل ويخرج في الهضره، لان الصدمه كانت قويه على الراس ديالو. ونتمنوا ليه الشفاء العاجل، حتى هو راه خونا، وكل مثلا حتى هو مات راه غادي نتالموا بزاف، لان غيعود مثل ربعه الناس. الحمد لله بعدا بقى في الحياه، لانه هو ماشي هو السبب في الحادثه، كما دابا عرفنا من الناس ديال السلطات والناس اللي كانوا عينو الشرطه العلميه، عينو الخبر ديال كيفاش وقعت الحادثه، لانه ما كانوا غادي قدامو. وعلى ما سمعت بان البنت اللي كانت صايقه راه ما اظن وقيل البيرمي عندها جديد، وهذا الشيء حرب الطرقات راه عادي نورمال. وقعت الحادثه قدام، وعاود دارت الطوموبيل، وعاود حتى هو قال لك ضربات لي الطوموبيل، خرج لبرا البيست، وهو ملي شاف داك المنظر ديال الناس مساكن ماتوا قدامه وتالم بزاف عاوتاني. واخا هو كان معاش وخرج حتى هو بغى يعتقهم وداك الشيء، ولكن وفاة مانية. وكنتمناو تعازي حار العائلة ديالهم، والشفاء لخونا الحاتم، لأنه راه كيبقى كما كان الحال إنسان وخونا، خلني على عبارة أنه فنان بوحده هذيك، ولكن عبارة بأنه تا هو راه إنسان، وتا هو راه كيحس، وتا هو راه عنده خواتاتو، عنده الأم ديالو، عنده خوتو، راه إذا راه تا هو متألم من جهة أب على راسو، متألم أكثر من الناس اللي ماتوا مساكن. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الأول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم أثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن. لقد قمنا بإضافة نعت صحي اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق. لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبه. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.